الممثل الحزيم اللي كان وجه رسالة يعني رئيس الجمهورية دخل التكفل به اليوم رافقتم هذه إدخاله إلى المستشفى العسكري. إذن بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. كما تفضلتم فسيد رئيس الجمهورية أمر بالتكفل بالمشاكل الصحية للأخ حزيم، وبناء عليه يعني في هذه الصباحة تم إرسال يعني سيارة إسعاف إلى المستشفى بعين تيموشن وتم نقله إلى المستشفى العسكري. وفي هذه يعني الدقيقة بالذات يعني الأطباء يقومون بالسهر على صحة الأخ حزيم. وسيد الرئيس أعطى يعني التعليمات من أجل تكفل جيد وكذلك دراسة وتحليل وضعيته الصحية، وإذا كان فيه يعني داعي لاتخاذ إجراءات أخرى ستتخذ إن شاء الله. شكرا.